ايه اللي بيحصل في تركيا؟ عايزين نفهم. رجب طيب أردوغان تولى رئاسة وزراء تركيا لمدة 10 سنوات، عمل فيها نجاحات، شعبه موافق عليه، راضي عنه هو وحزبه، اوكي. بيحب السلطة، مش عايز يسيبها، فقال خلاص ابقى رئيس الجمهورية، لان ما ينفعش بعد 10 سنين فترتين يتولى رئاسة وزراء تاني. بس رئيس الجمهورية التركي منصبه في الدستور شرفي، حاجة كده زي ملكة بريطانيا، تملك ولا تحكم. بس أردوغان طاغية، ديكتاتور عظيم، عاوز يحكم. طب يعمل ايه؟ ما هو ما ينفعش يرجع رئيس وزراء تاني، والدستور بيخلي صلاحياته كرئيس جمهورية منعدمة، استقبال رؤساء دول، حاجة بالشكل ده. فتفتق ذهنه عن فكرة، قال لك طب ما عدل الدستور، ألغي منصب رئيس الوزراء وخلي الدولة بدل ما هي نظام حكم برلماني يبقى نظام حكم رئاسي، الرئيس فيه هو اللي بيملك ويحكم ويصدر القرارات. وعمل في التعديل حاجات بشعة، إن هو يبقى رئيس السلطات الثلاثة، القضائية والتشريعية والتنفيذية، إن ما يبقاش في رئيس وزراء، إن هو اللي يختار الوزراء ويقيل كل المسؤولين في الدولة. أوروبا هددت وقالت لو ده حصل ده بيبعد تركيا عن مجرد طرح فكرة انضمام للاتحاد الأوروبي، ورفضت إجراء مظاهرات على أراضيها بعض الدول الأوروبية تأييدا لهذا الاستفتاء. المهم النهاردة كان موعد الاستفتاء ونزل الأتراك عشان يصوتوا، النسبة طلعت بسيطة جدا، 51% أيدوا التعديلات الدستورية مقابل 49% رفضوا. ده معناه إيه في السياسة؟ انقسام حد في الشارع التركي. ناهيك على إن معارضي أردوغان اتهموا أردوغان والحكومة التركية اللي أشرفت على الاستفتاء إن 30% من المؤيدين بنعم أصوات غير حقيقية. القصة هتنتهي على إيه؟ القصة هتنتهي على إيه؟ هو ده السؤال. معايا على التليفون دكتور محمد حامد، الباحث في الشؤون التركية. دكتور محمد مساء الفل. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ومساء الخير على كل المشاهدين. كنت عاوز أعرف من حضرتك إيه اللي دفع رجب طيب أردوغان رئيس تركيا إلى تعديل الدستور بهذا الشكل؟ طبعا الرئيس التركي يعني يحكم تركيا منذ عام 2002، ويرى ان المنظومه التي يحكم بها منذ عام 2002 الى عام 2014 الى ان اصبح رئيسا منظومه قديمه باليه يجب التخلص منها، وان النظام الذي ارساه اتاتورك وهو النظام البرلماني اصبح جزء من الماضي، وعلينا ان نرسي نظاما رئاسيا ياخذ تركيا الى الامام كما يقول، وان تركيز الصلاحيات في يد شخص واحد يمكن تركيا من الانطلاق لا من التعطيل. ف وجد في ضلته في 18 مادة التي تم الاستفتاء عليها اليوم، خاصة أن تلك المواد ستجعله يعين نصف أعداد القضاة في المجلس الدولة وفي المحكمة الدستورية وفي المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة أنه سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، أيضا سيكون هناك منصب لنائب الرئيس، وقد يفوز به دولة بهلاشي رئيس حزب حركة قومية، الحزب اللي ساند حزب العدالة والتنمية في تمرير الاستفتاء عبر البرلمان ثم في الحشد الشعبي اليوم. طيب كيف قرأت فكرة انقسام المواطنين الأتراك بين التأييد والرفض، 51 مؤيد 49 معترض؟ هو طبعا الشعب التركي الديمقراطية في ذهنه راسخة وقديمة، والرئيس التركي كان يعلم أن ستكون نعم يعني الأقرب ولكن بنسبة طفيفة، وهو تعود على الفوز بهذه النسبة الطفيفة، وجدنا يعني هذه النسبة مقاربة للنسبة التي حصل عليها في انتخابات الرئاسة عام 2014، في انتخابات البرلمان عندما عاد الانتخابات في انتخابات برلمانية مبكرة في نوفمبر 2015. باختصار ان هذه النتيجة تقسم تركيا سياسيا واقتصاديا، بل تجعل ان الصراع السياسي على اشده. ده انعكس ده الاحتياط النقدي تراجع بنسبة 30 مليار دولار حسب اخر تقرير طالع من البنك المركزي التركي. يعني
هو تركيا الاقتصاد التركي ينزف منذ المحاولة الانقلابية في يوليو الماضي. العملة التركية فقدت أكثر من 10% من قيمتها. الاقتصاد التركي في حالة تباطؤ. الاقتصاد التركي على يد نائب رئيس الوزراء محمد كشمش يطالب بتحديثات في الاقتصاد التركي، تحديثات جوهريه. وجدنا ان الرئيس التركي يطالب المواطنين الاتراك بتغيير العمله الليره بالدولار لرفع قيمه الليره وما الى ذلك. نجد ان التعديلات بتقسم تركيا اكثر، بتخلي تركيا تعيش على ملف من الالغام في الفتره المقبله، تعيش مواقف دقيقه. حتى لو كانت النتيجه هاير او لا، كانت تركيا ستكون في موقف اكثر دقه، خاصه ان الاستفتاء تم تحت حاله الطوارئ، ولا نعلم اذا رفعت حاله الطوارئ خلال الايام او الشهور المقبله هل سينفجر الشارع التركي في تظاهرات كما حدث في يونيو 2013 او مايو 2013. الدكتور محمد، انت تصف الشعب التركي ان هو متعود على الديمقراطيه، كيف يقبل شعب كبير زي الشعب التركي بكل طوائفه وثقافته ونخبه انه يخضع لديكتاتور عاوز يعدل الدستور لصالحه؟ لا، هي مش بينظر لها كده. الشعب التركي، لا تنسى ان الشعب التركي لديه ولع او بعضهم او اغلبهم لديهم ولع بالعثمانيه، وانهم يرون ان هم ويرون ومؤيدي هذه التعديلات يرون ان نحن نصنع ديمقراطيه تشبه الدوله العثمانيه، ونحن احفاد العثمانيين نصنع ديمقراطياتنا الخاصه التي ستقارع بها اوروبا والدول الاخرى. لا تنسى ان المواطن التركي لديه شعور قومي على اعلى مستوى، بالاضافه انه يعشق الرجل القوي. حتى لو كان، وبعض النخب التركيه تتحدث ان هذه التعديلات والصلاحيات الخرافيه التي منحها الدستور للرئيس التركي الحالي قد لا يتمتع بها، ونجد ان في 2019 يتولى رئيسا اخر، او في الفتره المقبله يعني لا يتمتع بها الصلاحيات التي منحها اردوغان لنفسه، يتمتع بها شخص اخر. خاصه ان ما زال لاردوغان خصوص سياسيين، هو انتصر على كثير من خصومه السياسيين، ولكن تبقى الدوله العميقه اكبر معرقل لمستقبل تركيا في عهد اردوغان بعد هذه التعديلات. فالشعب التركي راسخ في الديمقراطيه وقال له لا في عام 2015، في يونيو 2015 عندما ادخل الاكراد للبرلمان وفشلت فكره تعديل الدستور التي كانت طرحها في عام 2015. انا بشكرك دكتور محمد حامد، الباحث في الشؤون التركيه. في الوقت ده اللي حصل في تركيا عندنا أغرب قضية ممكن تتخيلها ممكن تحصل في مصر أو تحصل في الدنيا دي. تخيل موظف مدير مالي في شركة من شركات، هو تحديدا رئيس القطاع المالي السابق بشركة الغزل والنسيج بطنطا التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج. المهم الراجل ده مدير شؤون مالية كان بيوقع شيكات لمصلحة شركة الكهرباء. يعني أنا مدير مالي قاعد في مصنع، المصنع ده حكومي ماشي، بتجيله فاتورة كهرباء فبيكتب شيكات لأنها فواتير بمبالغ كبيرة. الشركة على طول بتغطي الشيكات دي، لكن جت وقت بعد 2011 إيراد شركة الغزل والنسيج تراجع بنسبة 75%، فتراكمت عليها الشيكات، فشركة الكهرباء رفعت قضية على هذا الشخص. ماذا جرى؟ تعالوا نشوف التقرير ده. الموضوع باختصار شديد، أنا رئيس القطاع المالي بشركة الدلتا للغزل والنسيج، وبطبيعة وظيفتي كرئيس للقطاع المالي وبتفويض من مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة كان لي حق التوقيع على جميع الشيكات الصادرة لجميع البنوك المتعاملة مع الشركة ولجميع الجهات المتعاملة مع الشركة، ومنها شركة الكهرباء محل المشكلة. كنا طبعا الشركة بتسدد الشيكات في مواعيدها والعملية ماشية، أما كان الإنتاج أو أما كانت الطاقة الإنتاجية طبيعية. إلى أن قامت الثورة، وطبعا الكل يعلم أن الوضع الاقتصادي في البلد تدهور بصورة واضحة، وخصوصا قطاع الغزل والنسيج لأسباب كتيرة، منها الإضرابات والمطالب الفاوية وارتفاع الأجور يعني، وحصلت فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات في الشركة. إلى أن تدهورت الأمور، فطبعا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المصالح الخارجية كلها، منها شركة الكهرباء والتأمينات بشقيها، حصة العامل وحصة الشركة. وطلعت معاش أنا بقى
وعلى الوضع على ما هو عليه، إلى أن فوجئت بعد طلوع المعاش بست أو سبعة أشهر بصدور أحكام ضد 70 حكم في قضايا شيكات مقدمة من شركة الكهرباء بما يعادل 200 سنة سجن. فطبعا استدعيت محامي الشركة وعملنا معارضة على الأحكام، وجاري الأحكام المرافعة في شهر 4 حاليا. طبعا الشركة القبضة تدخلت مشكورة وسدد بتسدد 300 ألف جنيه كل شهر بما يعادل دلوقتي سددت ما يقرب من 20 شيك من 120 شيك. والمعارضة حاليا كل الشيكات اللي سددت بيسقط بها الأحكام، أما الباقي أنا معرض للحبس فيه. دخول الشيك المحكمة بيبقى باللي موقع عليه اللي هو الرئيس قطاع المال، وكان معايا المرحوم الأستاذ المدير عام الحسابات بس توفى فسقطت عنه الأحكام. نفسيا احنا متدمرين والله على الوضع ده، لان حاسين ان انا لوحدي، ولادي حاسين ان انا لوحدي ومفيش حد معايا في الموضوع. طب ليه في نهايه العمر كده؟ انا فاضل لي ايه في الدنيا؟ الحل يا فندم بيتمثل في الدكتور احمد مصطفى رئيس الشركه القابضه للغزل والنسيج بالتوافق مع رئيس الشركه القابضه للكهرباء بان يحصل توافق واتفاق على السداد وإبلاغ المحكمة بالاتفاق أو بالسداد مباشر لإنهاء المشكلة. هي دي مشكلة المواطن الموظف اللي خد حكم بالحبس 200 سنة. معي على التليفون الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج. مساء الفل دكتور أحمد. أهلا أستاذ محمد، مساء الخير. كل سنة وأنت طيب أولا. بالصحة والسلامة يا فندم، ربنا يبارك لك. حضرتك شفت التقرير؟ شفته يا فندم. طيب ماذا ستفعل مع الأستاذ صلاح عطية؟ شوف حضرتك، هو أنا فعلت فعلا يعني زي ما كان بيتكلم الأستاذ صلاح. أول ما عرفت بالمعلومة دي الحقيقة أنا ما عرفتش إلا عن طريق شكوى هو كان باعتها أو التماس في البوستة يعني. وأنا طبعا بهتم جدا بأي شكوى صغيرة أي من أي عامل من أي حد. بحثت فيها لقيت ان هو فعلا عمل شيكات حوالي يعني ارقام يعني مش عايز اقول لحضرتك حاجات تخوف. بس في البدايه يعني لو سمحت لي، الشيك منزع عن اغراضه، بمعنى ان هو كرئيس قطاع مالي من واجباته ومسؤولياته ان هو شايف الماليه بتاعت الشركه كلها قدامه، ما كانش يطلع شيكات ولا يوقع على شيكات الا لما يكون عارف ان في مصدر مالي هيجي له عشان يسدد بيها. نعم. واخد بال حضرتك؟ ومع ذلك انا لما عرفت تفهمت طلبته هو شخصيا وجاء قعد عندي في المكتب وجبت الماليين اللي عنده من الشركه ورئيس الشركه اللي هو شركه الدلتا للغزل والنسيج واتفقت معاهم قلت لهم انا هطلع شيك كل شهر ب 300 ألف جنيه من الشركه القابضه من عندي سدادا للمدنيه الكهرباء. ومش الامر زي ما حضرتك سامع كده يمكن حوالي 20 شهر. فأنا بالنسبة لي ما كانش في مشكلة، فوجئنا في الآخر إن بيقولوا في مشكلة مع شركة الكهرباء ومش عاجبها الجدولة دي وعايزة إيه يعني تاخد المبلغ مرة واحدة. طبعًا استحالة يدفع مبلغ مرة واحدة. نعم. ومع ذلك أنا برضو لما عرفت وبلغني الأمر ده. بس هو ذنبه إيه يا دكتور أحمد؟ لا ذنبه كتير يا فندم، أنا هقول لحضرتك خلينا واقعيين، يعني أنا عارف مقدرتي إيه أو بدفع إيه أو مالية الشركة إيه، ما عملش شيكات كده بالطريقة دي كده يعني تبقى يعني أنا عارف إن هي مش هتتسدد، ما ينفعش، ما دي شركة برضو الكهرباء دي شركة شقيقة وشركة حكومية ولها موارد يعني برضو عايز موارد تجيله، فمش مبرر له إن هو يكتب شيكات وعارف إن هو مش هيقدر يسددها، دي نمرة واحد. نمرة اثنين انا برضو ما سبتهوش زي ما بقول لحضرتك، واخيرا انا لما عرفت بالمعلومه الاخيره دي شكلت لجنه من عندي وهتروح لشركه الكهرباء بمفهوم رئيس الشركه اللي هو كان تبعها وهيقعدوا معاهم ويعملوا جدوله جديده، وان شاء الله برضو انا هحاول اني هلتزم بيها ولو ان يعني انا بدفع اخطاء الماضي، لكن معلش ما فيش مشكله. خليني برضو استاذ صلاح يشكرك على التليفون لانه معانا. استاذ صلاح ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. دكتور احمد مصطفى اهو بيقول لك ان هو هيشكل لجنه
وتروح لشركة الكهرباء ويبدأ حل مشكلتك. ليك ملاحظة؟ أولا ألف شكر دكتور أحمد، وأنا بشكر سيادتك، وإحنا كنا بنطلع يا فندم الشيكات ديت على أمل إن كنت سيادتك بتدينا أمل على إن يكون في استثمارات والشركة هيتعدل وضعها، وما كانش في عندنا أدنى شك إن شركة الكهرباء هتقدم الشيكات للمحكمة. كنا بنطلعها كعمل روتيني طبيعي، وكنا بنسدد، ما كنا على امل ان الاوضاع هتتحسن يا ريس والله. الدكتور احمد ساعدكم وبديكم القطن الخام وبديكم حوالي 4 مليون جنيه كل شهر وممكن زاد. تشكر يا فندم والله عارف. انا عارف ان الحلم تقيل والله يا ريس. ما تقلقش يا اخ صلاح، انا بقول لحضرتك انا مكلم يا ناس يا سعاده الباشا. انا والله العظيم المحامي اللي ماسك القضيه بيقول لي ما تباتش في البيت يا ريس. انا ما باتش في البيت اقسم بالله. لا ما نرضاش بكده، احنا ما نرضاش بكده. وانا بقول لك انا يعني في طريقه، انت عارف الموضوع الاجازه بس بتاعت شم النسيم وعيد الاخوه المسيحيين هو اللي عطل الموضوع. ربنا يبارك فيك يا فندم. ربنا ييسر ان شاء الله ونحل. طب اسمح لي دكتور احمد مصطفى. انا عارف ان الحمل تقيل والله، قطاع الغزل. ماشي يا استاذ صلاح. ماشي يا استاذ صلاح، بشكرك استاذ صلاح عطيه. بس الدكتور احمد مصطفى تواصل معاك بعد قد ايه من الوقت وتقول لنا ان خلاص تم حل الموضوع يعني؟ شوف حضرتك انا من يوم الثلاث خلاص هنبدا في الموضوع ده. نكلم حضرتك كمان اسبوع. نكلم حضرتك كمان اسبوع. ومال ان شاء الله. اولا كل سنه وانت طيب، وبشكر حضرتك على التفاعل مع شكوى استاذ صلاح عطيه. بشكرك دكتور احمد مصطفى رئيس الشركه القابضه للقطن والغزل والنسيج. قضيه مواطن مدير مالي بيمضي على شيكات، اوعى تقول انا في حكومه وامضي على شيكات. اديك شفت واخد 200 سنه حبس وكل يوم عمال يروح حته. عايز اقول لك ده خبر بس انا عندي خبر حلو تاني لازم نقوله برضو. وزاره التموين اللي جايه مش تقرر، لا تدرس. بتدرس ايه بقى؟ زياده الدعم المخصص على البطاقات خلال شهر رمضان. القصة ايه؟ وزارة التموين دلوقتي شايفة ان الاسعار غالية، وان المصريين معدل الاستهلاك بالنسبة لنا كمصريين في شهر رمضان بتزيد كتير، فقالت طب ما انا ادعم بطاقة التموين اللي هي ب 23 او ب 26 جنيه ازودها 50%، يعني 12-13 جنيه. طيب هي فكرت في ده، فعملت ايه؟ بتخاطب حاليا وزارة المالية، بتقول لها يا وزارة المالية كمان شهر رمضان داخل علينا، هل ممكن تدينا فلوس؟ خلي بالك ده يعمل كام؟ يعمل في حدود 700 مليون جنيه، 70 مليون في 10 جنيه، يعني مليار جنيه. هل وزارة المالية معاها مليار جنيه تديها لوزارة التموين علشان تزود المقررات؟ الله أعلم. هتسألني؟ وزارة المالية تقول لك أنا ما معيش، مش لاقي آكل. الموضوع هيروح لرئيس الوزراء. رئيس الوزراء هيقول لك لا وأنا هزود. العكس اعتقد ان هو هيبقى قرار من الرئيس. عموما نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ ممدوح رمضان المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين. استاذ ممدوح كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد، وكل سنه ومصر طيبه، وكل سنه واخواننا الاقباط صحه وخير وسلام. ما طرحتوش فسيخ ليه في المجمعات الاستهلاكيه ب 80 جنيه؟ يعني الفسيخ اللي عاوز ياكل فسيخ، احنا بنطرح فسيخ يا استاذ محمد، احنا بنطرح سلع اساسيه وبنحاول نلبي هذه الـ بس ده يوم في السنه، يوم في السنه، يوم في السنه كل المصريين عايزين ياكلوا فسيخ ورنجه. مش مفيد الفسيخ يا استاذ محمد، عندنا رنجه ب 32 جنيه بس. رنجه ب 2. طيب قول لي الخبر بتاع رمضان، انتوا عايزين تزودوا الدعم على بطاقه التموين خلال شهر رمضان فقط؟ هو الوزير اعلن النهارده ان الموضوع ده هيطرح في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء يوم الاربعاء القادم، وده تقليد سنوي موجود في وزارة التموين وموجود في الحكومة المصرية، واعتقد بنسبة كبيرة الامور بتسير في اتجاه يعني ان شاء الله خير. يعني ممكن نقرا خبر قريب كويس؟ بالتاكيد نقرا خبر قريب كويس جدا في هذه النقطة، واعتقد ان ده احد الاليات اللي الحكومة بتشتغل عليها عشان تخفف الاعباء على الناس، ان هي بتزود جزء في هذه الفترة من العام علشان خاطر نقدر يبقى في اتاحه من خلال المبالغ اللي مقرره على بطاقه التموين اتاحه للسلع، ونقدر نقلل شويه من الصدمات السعريه اللي موجوده في اسعار السلع. انا بشكرك استاذ ممدوح رمضان المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين. واخر حاجه قبل ما نطلع فاصل، سؤال اليوم النهارده
بيقول لماذا تتباطأ الحكومة في تطبيق قرار كتابة الأسعار على عبوات السلع بالأسواق؟ ليه؟ مش وزارة التموين قالت احنا خلاص قررنا ده ووافق على الموضوع ده، ده كان اقتراح مقدم من سلاسل تجارية، ده من زمان، لكن حتى اليوم لا يتم تطبيق هذا القرار وهو كتابة سعر السلعة عليها. حاجة غريبة والله، الواحد مش لاقي لها تفسير. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل في فقرة مهمة جدا عايزكم تتابعوها معايا، خاصة ان ضيفي خبير دولي في حاجة اسمها أمن المعلومات، دكتور محمد الجندي، وهو بيقدم برنامج شهير على قناة القاهرة والناس. عايزين نتكلم على الانترنت، المعلومات المتاحة الانترنت. بيقال في حاجة اسمها المعلومات العميقة، احنا كلنا واحنا عمالين ندور بندور على سطح الانترنت. في حاجة اسمها ديب ويب، يعني معلومات في الأعماق انت ما تعرفش توصل لها. بيقال بقى دي تتعلق بتجارة سلاح، عصابات تهريب، الكلام. عندنا قضايا كتيرة تتعلق بأمن المعلومات والإنترنت، عندنا أيضا الماسونية والإنترنت. دي أسئلة كتيرة أو محاور هيبقى فيها لقائي مع دكتور محمد الجندي الخبير الدولي في أمن المعلومات بعد الفاصل. بعد الفاصل، الدكتور محمد الجندي الخبير الدولي في مجال أمن المعلومات ومحاضر وباحث في مجال تكنولوجيا المعلومات. يتخصص الجندي في مجال الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، ويعمل أيضاً مستشاراً للعديد من المنظمات الدولية في مجال الجرائم الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، وهو الممثل الرسمي لمنظمة أمن المعلومات العالمية في مصر. له العديد من المؤلفات باللغة الإنجليزية والعربية في تكنولوجيا المعلومات والجرائم الإلكترونية. وحذر الجندي من عصابات دولية وراء الابتزاز الجنسي في الوطن العربي، وخاصة بين طلاب الجامعات.